دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، السادة الوزراء أستاذ الدكتور محمود محي الدين، السادة المحافظون، السادة ممثلو المجالس النيابية، السادة السفراء ممثلو المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية، السيدات والسادة الحضور الكريم، يسعدني في البداية أن أرحب بكم جميعاً اليوم في هذا الحدث المتميز، حيث يجسد مسيرة من العمل الجاد انطلقت منذ أشهر معدودة مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، الذي وضع الإطار التنظيمي لهذه المبادرة، والتي حظيت برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية باعتبارها مبادرة مصرية رائدة وغير المسبوقة لتحفيز الأفكار الإبداعية والمعالجات المبتكرة في كافة ربوع مصر للتعامل مع تحديات تغير المناخ، وصولاً إلى لقائنا اليوم بإعلان المشروعات الفائزة في هذه المبادرة. لذا يأتي مؤتمر اليوم تتويجاً لهذه المسيرة التي تحمل في طياتها رصيداً زاخراً من العمل الدؤوب واصل من خلاله فريق عمل المبادرة الليل بالنهار، ليكون خلاصة هذا العمل خير بداية لانطلاقة المحفل البيئي الأهم والأكبر على مستوى العالم الذي تستضيفه مصر نيابة عن أفريقيا، وهو مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27. سيدات والسادة الحضور الكريم، عندما نتحدث عن مبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فنحن نتحدث عن مبادرة تنموية تتفق مع التوجه الجاد للدولة المصرية للتحول الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والتي حددت ملامحها رؤية مصر 2030. ونذكر من أهم أهداف هذه المبادرة على سبيل المثال للحصر. أولاً، تسهم هذه المبادرة في تعزيز التفاعل التام على مستوى المحافظات والمحليات مع قضايا البعد البيئي في التنمية، من خلال وضع خريطة تفاعلية على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية، وربطها بجهات الاستثمار وبجهات التمويل من الداخل والخارج. فهذا الغرض يتسق تماماً مع توجه الدولة المصرية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بهدف تعظيم المزايا النسبية لكل محافظة. كل محافظة لديها مزايا نسبية ومزايا تنافسية معينة، وبالتالي هذا الجهد جهد هام جداً، نحن نستفيد من كل المزايا النسبية والمزايا التنافسية التي تتمتع بها كل محافظة، ومصر الحقيقة لديها تنوع كبير على مستوى المحافظات، فالاستفادة من هذه المزايا النسبية والتنافسية شيء مهم جداً على المستوى المحلي. حقيقة سبق هذا الجهد أن احنا أصدرنا 27 تقرير بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتوطين أهداف التنمية المحلية على مستوى المحافظات. حقيقة جهد كبير جداً قاموا به الوزارة، وزارة التخطيط مع وزارة التنمية المحلية وكل الحقيقة المحافظات، لوضع هذا التقرير ومطابقة هذا التقرير الخاص بتوطين أهداف التنمية المستدامة مع 17 هدف، بحيث أن احنا كل محافظة تعرف هي فين من أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي ده جهد كبير جدا، وإن شاء الله العام القادم يشهد وجود 4 أو 5 محافظات تستطيع أنها تعرض تقارير الوطنية التوعية على مستوى المحافظات في سابقة حقيقة هتبقى الأولى على مستوى الدول العربية، إن احنا يبقى عندنا عدد من المحافظات بتعرض تقارير وطنية توعية محلية على المستوى الدولي. النقطة الثانية، وهي تؤكد المبادرة جدية الدولة المصرية في التعامل مع قضايا تغير المناخ وقضايا التحول الرقمي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، لذلك حرصت المبادرة على فتح المجال للمشروعات في المجالات والفئات المختلفة لتحقق أكبر قدر من المشاركة والشمول في ضوء ما تضمنته هذه المبادرة من فئات للمشروعات الكبيرة، فئات للمشروعات المتوسطة وصغيرة الحجم، خصوصاً تلك المشروعات المرتبطة بحياة كريمة والشركات الناشئة، وأيضاً المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وأخيراً المشروعات المرتبطة بالمرأة. وبنشكر دكتورة مايا مرسي لتضمينها الحقيقة المشروع أو المسابقة اللي هي كانت أطلقتها قبل كده داخل هذه المسابقة، تأكيداً للدور الفاعل الذي تقوم به المرأة في كافة مجالات التنمية، ولا سيما في القضايا المرتبطة بتغير المناخ ووضع الحلول والمعالجات الناجعة لهذا التحدي. النقطة الثالثة والهامة جداً، إنه ندرك تماماً وتدرك الدولة المصرية إنه لا تنمية بدون مشاركة ولا مشاركة بدون وعي،
لدى المواطن الذي يعد العامل الفاعل الرئيسي في جهود التنمية وغايتها المنشودة. تعزز هذه المبادرة ما تصبو إليه الدولة المصرية برفع مستوى وعي المواطن المصري بقضية وظاهرة تغير المناخ وتحدياتها وقضايا التنمية المستدامة بصفة عامة في كل المحافظات، ولأن المواطن المصري هو شريك واعي مع وطنه في مواجهة التحديات، تجسد ذلك في حجم المشاركة في هذه المبادرة الحقيقة التي منذ إطلاقها ومنذ دولة الرئيس وافق على إطلاق هذه المبادرة وصدور القرار التنظيمي شهدت رغم قصر المدة اللي أطلقنا فيها المبادرة، الحقيقة المشاركة زي ما حضراتكم شفتوا فاقت التوقعات. تقدم أكثر من 6000 مشروع غطت مجالات تنموية تليها الدولة أهمية قصوى، سواء في مجالات الطاقة الجديدة المتجددة، تدوير المخلفات، مواجهة التلوث، التكيف مع التغيرات المناخية، خفض الانبعاثات، كلها مشروعات هدفها تحقيق الاستدامة. رابعاً، حديثنا عن المشاركة الفاعلة والإيجابية ينقلنا إلى حديث مهم عن قيمة التعاون، قيمة التعاون وقيمة العمل الجماعي الذي شهدته فاعلية المبادرة بمراحلها المختلفة، بدءاً من مراحل الإعداد. فرق العمل الحقيقة زادت عن أكثر من 500 مشارك في فئر العمل المختلفة، سواء على مستوى اللجنة الوطنية التنظيمية للمبادرة أو على مستوى اللجان التنفيذية على مستوى مختلف المحافظات. بشكر زميلي معالي وزير التنمية المحلية الحقيقة على الدعم والمساندة والتعاون الكبير اللي تم، أو على مستوى لجنة التحكيم الوطنية برئاسة الدكتور محمود محي الدين، وصولاً إلى لقائنا اليوم بإعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة. العمل الضخم ده شهد تعاون مثمر من كافة الأطياف، تعاون وتناغم من كل شركاء التنمية، من الوزارات، من المحافظات، جهات المسؤولة في الدولة، مسؤولين على المستوى المركزي وعلى المستوى المحلي، أشخاص وجهات مختلفة على مستوى القطاع الخاص، على مستوى المجتمع المدني، على مستوى المراكز البحثية في الجامعات المصرية اللي كان لها دور مهم جدا في عملية التقييم والمتابعة والتدريب. وده الحقيقة بيجسد نهج الدولة المصرية بتؤمن به وبتنتهجه، وهو نهج التشاركي والمثلث الذهبي للتنمية اللي هو الشراكة الدائمة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة المؤسسات المحلية والدولية، لأن احنا ننظر إلى عملية التنمية باعتبارها مسؤولية جماعية يتشارك الجميع في جهود تحقيقها، كما يتشارك الجميع أيضاً في ثمارها وعوائدها. خامساً، تسعى هذه المبادرة إلى تقديم مبادرة بتركز على الجانب التنفيذي والتطبيقي للمعالجات البيئية المبتكرة، تمهيداً لتبنيها على المستوى الأممي، خصوصاً ونحن على أعتاب الحدث البيئي الأهم وهو والأكبر على مستوى العالم اللي مصر بتستضيفه بنيابة عن أفريقيا COP27، لتؤكد الدولة المصرية من جديد أن الجهود التي تبذلها لتحقيق التنمية على المستوى الوطني لم ولن تشغلها عن المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التنمية سواء على المستوى الإقليمي أو الأممي، من واقع مسؤوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كل أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية وتحدياتها. سيدات والسادة الحضور الكريم، حرصنا في تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية للأخذ بكل أسباب النجاح، وأهمها كان الاستثمار في العنصر البشري بما يضمن بناء القدرات والحوكمة والاستدامة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة من هذه المبادرة الرائدة. لذلك تم تنظيم عدد كبير من برامج تدريبية في اللجان التنفيذية لشرح المهام المطلوبة من هذه اللجان، التعريف بماهية المشروعات الخضراء والذكية، كيفية استخدام المنصة الإلكترونية، بالإضافة إلى موضوع هام جداً وهي برامج تدريبية لإعداد مقيمين متخصصين للانضمام إلى عضوية فريق العمل بالمحافظات. وبعتقد ده مكسب كبير جداً بالنسبة للدولة المصرية من خلال هذه المبادرة. راعت عملية التقييم والاختبار للمبادرة توافر طبعاً مجموعة من المعايير كما تم ذكرها، المكون الأخضر، المكون التكنولوجي، تمكين تكافؤ الفرص، دعم توجه الدولة الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى معيار القابلية للتكرار والتوسع في التطبيق، واستدامة الأثر التنموي المدعم بنتائج
واقعية وبيانات موثوقة. وجاءت خلاصة ذلك باختيار 18 مشروع اللي احنا بسبب تكريمه اليوم معنويا وماديا تتويجا لأفكار مبدعة نجح أصحابها في تحويلها لواقع ملموس. فهذا النوع من التكريم يبعث لدينا دائما بالسعادة الممزوجة بالتفاؤل والأمل، نتطلع لتحفيزهم ولمساندتهم لمواصلة هذا العمل المتميز ليكونوا نموذجا يحتذى به غيرهم من أبناء هذا الوطن. السيدات والسادة الحضور الكريم، أصبح التوجه نحو التحول الأخضر متأصلاً في الجهد التنموي للدولة المصرية، فهو بمثابة نقطة انطلاق جديدة لبرامج ومشروعات التنمية التي تنفذها الدولة. لذا يشهد مؤتمر اليوم أيضاً إطلاق مبادرة القرية الخضراء التي تستهدف تأهيل قرى المبادرة الرئيسية حياة كريمة لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، بشراكة مثمرة بين وزارة التخطيط التنمية الاقتصادية، وزارة التنمية المحلية والمحافظات، والقطاع الخاص والمجتمع المدني ممثل في مؤسسة حياة كريمة، بالإضافة إلى طبعاً الحصول على جهة تقييم مستقلة وهي الجمعية المصرية للأبنية الخضراء. بدأ هذا التعاون بتحديد مجموعة من المعايير الموضوعية لاختيار إحدى القرى التي يمكن تنفيذ بها المبادرة لتكون نموذجاً يمكن تعميمه على 175 قرية مصرية خلال الفترة القادمة. وتم بالفعل اختيار إحدى القرى بمحافظة أسوان، جرى العمل خلال الستة أشهر الماضية لتأهيل القرية للحصول على شهادة ترشيد للمجتمعات الخضراء لتكون أول قرية مصرية تحصل على هذه الشهادة. ننظر دائماً إلى النجاح والتميز كبداية، بداية ورحلة رحلة ممتدة. وبالتالي وأنا بشكر وببارك لكل الفائزين، إلا أنا بقول إنه هذا البرنامج وهذه المبادرة كل من اشترك فيها هو فائز. هذه رحلة ممتدة من العمل الجاد، يبدأ بفكرة تجد من يؤمن بها ويدعمها، وإن هذا النجاح هو رهن دائماً بمواصلة العمل بهذه الرحلة. وهذا العمل كان دائماً مستلهم بروح التعاون والشراكة التي توحدنا جميعاً، فالجميع شركاء في هذا النجاح كما هو دائم وأبداً شركاء في عملية البناء والتنمية. اسمحوا لي في النهاية وفي الختام أتوجه بالشكر لكل الوزارات والمحافظات والجهات التي شاركت في إنجاح المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، وبصفة خاصة طبعاً وزارة التنمية المحلية. شكر موصول إلى الدكتور محمود محي الدين الرئيس لجنة التحكيم، زملائي السفير هشام بدر والمهندس خالد مصطفى، ولكني عايز الحقيقة أتوجه بشكر خاص لدولة رئيس مجلس الوزراء لوسط انشغاله الشديد، كان حريص جداً على تواجده اليوم وعلى مشاركتنا في هذه الفعالية الهامة. وطبعاً الشكر للسيد رئيس الجمهورية على رعايته الكريمة لهذه المبادرة. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.